سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. هي ملكة تربعت على عرش الأغنية القصيرة دون منازع، وهي ملكة تربعت على عرش الفن الاستعراضي والفن السينمائي فترة طويلة دون منازع. أيها السادة، السهرة المفتوحة الليلة مع الفنانة المطربة ليلى مراد. اهلا مدام ليلى. اهلا بيك. اهلا وسهلا. انت فين؟ انا موجوده. هروح فين؟ اخر اغنياتك كانت امتى وبمناسبه ايه؟ والله اخر اغنياتي في الاذاعه كانت من سنتين تقريبا، عملت 3-4 اغاني واخر اغنيه غنيتها في المعركة أخيرا. وغير كده أنا بعمل أشرطة للبلاد العربية وبس. يا بتقدمي إنتاج غنائي لبعض البلاد العربية زي إيه؟ زي بلاد إيه اللي قدمت لها؟ يعني الكويت والسعودية والحتت أبو ظبي والحتت اللي زي دي، عملت أغاني جميلة جدا. وبس. بالمناسبة التسجيل ده لقطر يعني. والله لا، ده حاجة تسعدني قوي. فممكن قوي كمان. تعرف انه اي عربي بيسعده انه يسمع صوتك حقيقة يعني، وكظاهرة، مش بقولها يعني ككلام مجرد كلام، انما كل مسلم بيلمسها. اغانيكي لسه بتتسمع بجمال ومالية الإذاعات، وأغانيك بتاعت الأفلام واستعراضاتك الحلوة وحاجات الظريفة جدا. أشكرك جدا، وطبعا دي حاجة بتسعدني جدا جدا، لأني أنا يعني مش حاسة أن أنا بعيدة عن الناس أبدا الحقيقة. يعني برغم أن أنا ما بعملش سينما وما بغنيش في الإذاعة، ولكن معرفش برضو حاسة أن أنا ما لا الجمهور بعيد عني ولا أنا بعيدة عنه، معرفش ده سببه إيه يعني. عارفة الحقيقة، وانا جاي في الطريق كنت قاعد بصيت لقيتني يعني سرحان في شريط ذكريات طويل خاص بليلى مراد. أيوة. ولقيتني كده بدندن حيران لي بين القلوب. ايوة، ده من الالحان القديمة قوي بقى، اول ما ابتديت يعني. جنن. حلو. طب انت حيرانة مدام ليلى؟ انا حيرانة مع الاذا أنا حيرانة مع الإذاعة والتلفزيون والسينما الحقيقة، مش عارفة يعني أعمل إيه. يعني كلمت في الموضوع ده كتير جدا، والناس بيسألهم كتير أنا ليه ما بشتغلش. مش ذنبي أبدا، مش أنا اللي ممتنع. فيعني أنا حاولت محاولات كتيرة مع الإذاعة والتلفزيون، على إني أعرض قصص قصيرة في التلفزيون مثلا، فيها بيها اغاني مثلا في او حلقات او يعني اي نوع من انواع شغلنا، صور غنائيه يعني، صور غنائية. فما ما اعرفش، مش انا نفسي مش عارفه ايه اللي حاصل، هو في ايه ما اعرفش. يعني انا مش عارفه ارد عليك اقول لك ايه. الحكايه اني بالنسبه للاذاعه طبعا عرضت كتير جدا اني اغني، حتى زي ما بقول لحضرتك ان من سنتين عملت اغنيتين، كانت النتيجة اني انا كنت بكمل للفرقة وللمؤلف والملحن من جيبي. ليه؟ لاني من 18 سنة باخد اجر، عندي عقد شامل، والعقد ده ما تغيرش، قيمته ما تغيرتش، المبلغ هو. طبعا الدنيا تغيرت وكل حاجة تغيرت. بقى معقول من 18 سنة؟ من 18 يعني، شوف كان العيشة اتغيرت ازاي. فهل معقول يعني ان انا
اغني وادفع من جيبي؟ لا مش معقول طبعا. مش معقول لا. فامتنعت. لا والله كلام غريب جدا انه يصدر هذا الكلام من الفنانة اللي اسعدت ملايين القلوب حقيقي يعني. يعني بلا شك انك اسعدت الناس باغانيك وبافلامك وخليت البهجة تدخل قلوبهم وبيوتهم، ولسه الناس فاكرين يعني كل الأعمال العظيمة اللي انت عملتيها يعني، وبتعرض في التلفزيون الأفلام برضو والناس بيشوفوا. سعادة كبيرة جدا طبعا بيشوفوا قد ايه الحقيقة. غريب قوي ان اللي بتقول هذا الكلام ليلى مراد وبتشكو من انه من 18 سنة ما ارتفعش أجرها بالزبط كده، وانه حيرانة زي أغنيتها زي الأغنية بين الإذاعة والتلفزيون، شيء غريب جدا. ادي الحكايه. انما انا طبعا بتمنى اني ارجع تاني واشتغل تاني، مفيش كلام يعني. هو طبعا فتره الانقطاع اللي حصلت انت حضرتك قعدت منقطعه فتره بضع سنوات يمكن عملت شيء من التاثير في الناس، لكن الفنان بينقطع وبيعود وبينقطع وفي امثله متعدده. ما كان ولادي صغيرين قوي وفرحانه بيهم قوي وعايزه اقعد بيهم. ولما كبروا طبعا حسيت بفراغ فعايزه اشتغل. فلما جيت عايزه اشتغل ما اعرفش ايه الحكايه، ما فيش امكانيات، ما نقدرش نزود اجر اكتر من كده طيب، وانا كمان ما اقدرش. فادي السبب. اخر فيلم عملتيه كان فيلم ايه يا مدام ليلى؟ على ما اظن كان فيلم الحياه الحب، كان من انتاجي افتكر. الحياه الحب كان من انتاجي مع يحيى شاهين. مع يحيى شاهين اللي غنيت فيه اسال عليا. ظريف. اسال عليا وارحم عينيا من دمعة رايحة ودمعة جاية. انت فاكر الكلام اكتر مني. طب ما تقولي كده حقك توجهي الاغنية دي للاذاعة مثلا. اسالوا علينا بقى. ربنا يصلح الحال يعني. انا عشم كبير بان الايام دي كل شيء هيتغير، وان شاء الله ربنا يقدم اللي فيه الخير، وانا مش حمانع ابدا بالعكس. طب يا ترى بمناسبه اغنيه حيرانه ليه دي؟ ده معلقه معاك حكايه حيرانه. ده مجنناني. هي مش مجننه بس مجننه الناس. انت عارفه حضرتك لو رحتي مثلا المسرح بتاع سيد درويش وسمعتي الفرقه الموسيقى العربيه وهي بتقدم حيرانه ليه بالتوزيع الجديد، ازاي ده؟ ازاي؟ لا ده انت اديتني فكره لازم اروح اسمع. تعالي شوفي الشبان الصغيرين يعني، يمكن نقول ده مثلا الناس بتوع زمان اللي عاصروا هذه الأغنية وسمعوها وبتاع، يمكن ذكريات الى اخره. تعالي شوفي الشبان قد ايه بيفضلوا يزقفوا بالخمس دقائق تصفيق متواصل. حاجة متهشة جدا. انا والله ما اعرف الحكاية. وما سمعتهاش ابدا؟ لا ما سمعتهاش، ما اعرفش. يا خبر ده مش معقول خالص خالص. طب ازاي بس ده؟ طب تسمعيها بقى دلوقتي في التسجيل ده. قلبي راح
وفين تمختاري وتميلي يا خيل وفين من يشتري الوردي مني وفين الاغنيات بتاعت ليلى بنت الاغنياء وليلى بنت الفقراء وليلى بنت مدارس وليلى بنت الصحراء وليلى اظن لا لا مش ليلى بنت الصحراء لا لا ليلى بنت مدارس وليلى بنت الفقراء فعلا كل الليلات عملتهم بقى. طب بمناسبه الليلات تفتكري يعني اسعد الليالي مرت عليكي امتى؟ هل وانت في طفولتك وانت في صباكي وانت في شبابك يعني اي الليالي كانت اسعد الليالي بالنسبه ليك؟ والله يعني اسعد ليالي قضيتها في حياتي هي وقت ما كنت قاعده مع اولادي باستمرار اما كانوا بيبي وبرغم كان عندي دادات وجوفرنانت وبتاع انما كانت سعاده ليا كبيره قوي قوي لما مثلا اكل البيبي او انيمه او احميه يعني دي كانت اسعد لحظات في حياتي. افهم من كده ان الامومه هي الكنز الكبير بتاعك؟ طبيعي ما فيش كلام يعني ولذلك انا امتنعت فعلا فتره طويله قوي عشان اقعد مع اولادي يعني تحقيقا لنداء الامومه. عارفه الناس اللي بيبقوا امهات غالبا كانوا اطفال سعداء جدا في احضان امهات ايضا يعني شافوا الحنان من امهاتهم. طبعا هل ده حصل فعلا؟ طبعا شفت حنان كبير قوي من امي وابويا ويعني كان كل لعبي وانا صغيره كمان بعرايس ومعرفش ايه واعمل لهم فساتين يعني دي كانت غريزه فيا ما فيش كلام. كنت يعني بحب الامومه. مولوده معاكي يعني؟ مولوده معاك. طب يا ترى الجو الاولاني بتاع حياتك الاولى مع المرحوم والدك الفنان زكي مراد ومع منير مراد اخوكي الفنان الملحن الموسيقي ممكن تديني صوره من طفولتك الاولى؟ والله الحقيقه طفولتي الاولى ما كانتش يعني طفوله بمعنى الكلمه يعني انا ابتديت اغني وانا صغيره قوي. سنك كم سنة كان؟ يعني كان عندي 13 سنة أول ما الأستاذ عبد الوهاب سمعني. أي وما حسيتش بالطفولة الطفولة زي ما تقول يعني من قبل 13 سنة كنت شايلة هم لأني غنيت وأنا صغيرة قوي وما كانش ده هدفي في الحياة أني أبتدي يعني أغني وبتاع. كان رغبتي أني أكمل دراستي وكنت عند الرهبات كنت في داخلية عند الرهبات وكان أمنيتي إن أنا أكمل دراستي وكان مثالي نعيب قوي إن واحدة متربية تربية رهبات إنها تبقى أرتست وتغني والحاجات دي كلها. أي. فشلت هم كبير قوي. يعني كانت عبء نفساني إنك تخرجي من ما فيش كلام لكن طبعا مع الشهرة ومع الزمن ومع الوقت وحب بس انت كمان مولودة في بيت فني يعني والدك فنان برغم هذا إنما يعني برغم ده انا ما كانش يعني ما كانش ده الايديال بتاعي ولذلك اول ما خلفت وجبت اولاد رجعت عايزه بحب عيشه البيت والاولاد والامومه رجعت لطبيعتك يعني لطبيعتي ولكن الفن برضو تغلب عليا يعني بقيت عايزه برضو اعيد وخصوصا احساس الناس ليا وتشجيعهم للان لم يتغير دي يعني عامله في نفسيتي حاجه كبيره قوي الحقيقه طبعا قوي قوي هما بيردوا بعض الجميل الحقيقه يعني لا حقيقي هو اللي عمل لي الجمهور يعني ما فيش كلام يعني انت قعدت تنوري لهم فتره طويله من الزمن وتسعديهم يعني كل ده ما يتنسيش يعني. طيب
يا ترى هل تذكري مثلا لما بقى المرحوم والدك مثلا في بيته بقى يلتقي بأعلام عصره من الموسيقيين أو من الأساتذة أو من الملحنين، تفتكري مين كان بيجي لكم البيت مثلا في طفولتك الأولى؟ والله طبعا كان في موسيقيين كتير، بس ما كنتش يعني أعرف أسماءهم. لأنه كان بابا الله يرحمه كان ماسك شركة اسطوانات، وكان فاكرة كويس قوي وأنا صغيرة قوي يعني. كان البيت اللي احنا فيه كان فيه شقة تحت، الدور اللي تحتاني ده بيسجلوا فيه اسطوانات، فطبيعي كان بيجي ارتيست كتير جدا بس ما عرفش اسمائهم يعني. كنتش يعني لا تعي اسمائهم وانت في السن دي. لا لكن المرحوم باباكي كان بيغني ولا بيألف؟ طبعا هو كان مغني كبير. مفيش كلام. تفتكري حاجة من ألحانه؟ والله هو اللي علمني كل الأغاني القديمة، لأن أنا ابتديت أغاني الأغاني القديمة زي القصايد زي إيه؟ بتوع الشيخ أبو العلا والحاجات اللي زي دي هو اللي علمها لي. يبقى ضروري الشيخ أبو العلا كان بيجي بيتكم؟ لا ده ما شفتوش. بس هو طبعا كان حافظ من الشيخ أبو العلا. هل تفتكري هذه التربية الموسيقية في القصائد والحاجات دي بتكون الإنسان الفنان تكوين فني متين؟ يعني هل أنت مدينة بفنك للبيئة الأولى اللي نشأت فيها وإنك درست القصائد بالذات، وهي يعني شايفة أم كلثوم مثلا طبعا دي أفادتني إفادة كبيرة جدا 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 القصائد والحاجات اللي زي دي. وكان كمان ياخدني وأسمع الفؤة وهم بيقرم، لأن دي حاجة أفادتني جدا في المغنى، لأن طبعا المغنى الشرقية بتاعتنا دي بيبقى في حاجة اسمها العف والإفل والحاجات اللي زي دي. أيوة. بتنفع جدا يعني لما مطربة بتسمع كتير بتتعلم من الفقهاء والحاجات اللي هم بيقروا الموالد والتواشيح والحاجات الدينية العظيمة دي. فطبعا دي أفادتني إفادة كبيرة جدا. والموسيقى القديمة مفيش كلام. القصائد والحاجات اللي زي دي. طب مدام ليلى، يا ترى ايه ذكريات وظروف لقائك مع الموسيقار محمد عبد الوهاب؟ والله هو انا اول ما ابتديت يعني كنت لسه ما غنيتش، وكان والدي صديق الاستاذ عبد الوهاب قوي، فطبعا اما نوينا ان انا اتعلم الموسيقى وابتدي اغني، طبعا بابا خدني الاستاذ عبد الوهاب وسمعه صوتي. فالحقيقة كنت مخضوضة قوي، وأول ما دخلت وشفته استقلني في نظره قوي كده، اللي هي بتاع صغيرة خالص. فقال له هي بتغني؟ قال لي انت تعرفي تغني ايه؟ قلت له انا بغني كل اغانيك، لان الحقيقة كنت غاوية اغاني قوي. قال لي طب تقدري تسمعيني ايه؟ فالحقيقة غنيت له لحن من اصعب ما يمكن بالنسبة للتأدية، يعني اللي هو لحن اللي هو يا ما بنيت قصر الاماني. حلو. وكنت اقول سعدي وفاني. كان في فيلم من افلامه مش عارف الوردة البيضة او حاجة كده، حاجة بعد الوردة البيضة دموع الحب مش عارفة اللي فيها نوال اللي ايه حاجة كده. فاندهش جدا وقال لبابا ازاي ده، يعني ازاي بتقدر تأدي انت معلمها تعرف تضرب؟ قلت له ما اعرفش حاجة ابدا. انا خارجة من المدرسة، انما كنت بحفظ كل اغاني الاستاذ عبد الوهاب. فلما غنيت اللحن ده انبسط مني جدا، لان زي ما بقول لحضرتك في يعني في شغل وفي شغل وفي تأدية يعني حاجة مش يعني عاوز انسان متمكن. فأديته كويس جدا وانبسط جدا، فعلى طول راح عامل لي عقد اسطوانات. كنت طبعا قاصر في الوقت ده، واستنى عليا سنة لحد ما صوتي كمان يجمد لانه كان ضعيف جدا، وابتديت اسجل اسطوانات قبل ما ياخدني في الفيلم اللي هو يحيى الحب. اول مرة اشتركتي في فيلم، اول فيلم اشتركتي فيه في حياتك يحيى الحب؟ يحيى الحب مع الاستاذ عبد الوهاب. ولا زلتي بعد هذا العمر ممكن تقولي يحيى الحب برضو ولا ايه؟ جدا. ها؟ جدا. لان الحب الواحد الحب ده حاجة كبيرة قوي. قوي. يعني من غيره، من غير حب الدنيا تبقى ايه؟ لا مش معقول واحد يعيش من غير حب. اي حب لازم يحب حاجة. فيش كلام يعني. طب ايه الحاجة اللي انت بتحبيها دلوقتي اكتر من اي حاجة تانية؟ بحب ولادي قوي 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 قوي، يعني حياتي كلها. هل حب الاولاد بيستمر بنفس الدرجة
وهم أطفال لغاية ما يبقوا صبيان وبعدين يبقوا مراهقين وبعدين ولا بياخد ألوان تانية يعني؟ لا طبعا هو بيبقى يعني زي ما تقول طبقات يعني زي الطبقات الصوتية زي السلم الموسيقي يعني. زي السلم بالضبط يعني بيبقى في كل سلمة فيها حاجة مختلفة مفيش كلام، نوع حب جديد مفيش كلام. بس انت عارفة انه فيلم يحيى الحب كان طفرة جدا حتى في حياة عبد الوهاب السينمائية يعني يعني ابتدى يتحرك ابتدى يتحرك في هذا الفيلم فعلا. انا فاكر وكان في يا عبور قولي والحاجات دي مش كده؟ يا عبور قولي رايح على فين والاغاني العظيمة بتاعت الفيلم دي غنيتي فيه ايه يحيى الحب؟ انا غنيت معاه اتنين دويتو من اهل ما يمكن اللي هو هاد النعيم اللي انت فيه قلبي بعد العذاب. بعد العذاب كان حلو قوي الحقيقه. وغنيت له كمان اللي فيه مش عارفه اقول لك ايه بعد اللي شفته في عذابي مش عارفه كان ابتدى وايه. وبعدين غنيت يا قلبي مالك كده حيران يا سلام كان حلو لحن جميل جدا. لا الحقيقه الاستاذ عبد الوهاب ده ربنا يديله الصحه ويطول عمره يعني الملحن اللي فهم صوتي قوي 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 هو. طب تفتكري يعني ليه الألحان القديمة ألحان عظيمة ولا الناس بيشوفوها عظيمة لأنها مرتبطة بسن معين عندهم وبذكريات معينة ولا إيه؟ وإيه رأيك يعني؟ لا والله هي كانت ألحان عظيمة. طب إيه يعني بصرف النظر عن أي اعتبار آخر كانت ألحان أعظم من ألحان الأيام دي؟ لا أنا ما أقدرش أقول إنها أعظم من الألحان دي، إنما ما عرفش الألحان الأيام دي حاجة زي المكنة يعني يعني بتتعاد كتير يعني ما عرفش الأغاني زمان كان كل أغنية ليها لون، دلوقتي الملحنين بيعملوا يعني أغاني زي بعضيها تكرار يعني حتى من المؤلف ومن الملحن في تكرار كتير وكله بيقلد بعضه فمع يعني ما بشوفش أنا إن في أغنية مش متشابهة مع أغنية تانية. صحيح. إنما ده مش معناها إن الأغاني وحشة، لا في أغاني ممتازة جدا. بس الفكرة انه ما كانش التشابه موجود. فكرة سليمة قوي يعني اول ما طلعت يا قلبي الناس قلوبهم عملت كده مع ان القلب موجود زي ما هو بس يظهر كان في التأليف الغنائي اول مرة واحد بيكلم قلبه بيكلمه في الأغنية العربية وبيقول له مالك كده حيران حيرت افكاري وياك والى اخره يعني بيكلمه ككائن يعني ما عرفش يعني يمكن معاني محطوطة في صياغة جديدة ظريفة يعني وبعدين اللحن كان جديد جدا بالنسبة لزمانه وكان يعتبر ثورة. وأنا أفكر يعني أنه في الأيام دي أنا كنت بهرب من المدرسة واروح على قهوة أنت تكبرني بقى وتقولي بتهرب من المدرسة وكلام أصلا ما أنا أصلا مدرسة دي بقى لها كم سنة تفتكر؟ قول بقى لها 3 سنين بعد يحيى الحب. أيوه. يعني ايه اهم الاغاني او اهم الافلام اللي شاركت فيها بعد يحيى الحب؟ بقى عملت كل الافلام اللي مع الاستاذ توجو مزراحي اللي هو كانت ليلى ممطرة بدأت بليلى ممطرة بعد يحيى الحب على طول. ليلى ممطرة مع مين كان ليلى ممطرة؟ كان مع يوسف وهبي، الاستاذ يوسف وهبي. وكانت ادواري حلوه قوي بالنسبه للاستاذ يوسف وهبي لان كانت عيله صغيره وهو بقى راجل كبير وكان دايما يعني عايزه اخليه يغير اخلاقه ويغير طباعه في جميع الافلام كنت باخد الرول ده يعني. أي. وعملت بقى ليلى بنت مدارس. ايوه. وليلى بنت الريف مع انور وجدي ولا يوسف؟ مع الاستاذ يوسف وهبي. كل الليلات دي مع كل يوسف. الليلات دي مع يوسف. امال اول ليله مع انور وجدي ايه؟ اول ليله ايه؟ ليلى بنت الفقر. هو بقى بعد ما عملت مجموعة الليالي دي استبشر زي ما تقول باسم ليلى بنت كذا فكمل فعمل ليلى بنت الأكابر وليلى بنت الأغنية وعمل السيري بتاع وليلى بنت الفقرة ابتدى وليلى بنت مدارس لا ده يوسف بنت مدارس يوسف وهبي. طب يعني احكي لي عن ظروف لقائك بأنور وجدي واحكي لي عن ذكرياتك يعني معاه. والله كان اول ما شفته قبل ما اعمل بنت الفقراء كنت عملت فيلم شهداء الغرام. اي شهداء الغرام ده كان
قصة روميو وجولييت. قصة معروفة كان عملها الأستاذ الله يرحمه كمال سليم. فهو كان واخد سجون رول يعني كان واخد دور تاني. أي. وأنا في الاستوديو وبشتغل في الفيلم ده وبعمل مكياج وبعدين أسمع أنور وجدي أنور وجدي واشتغلت معاه كنت حاجات بسيطة قوي يعني. أي. فجيه مرة وأنا بعمل مكياج خبط على الأوضة بتاعت المكياج وقال لي تسمحي أقعد أتكلم معك شوية؟ تفضل. فدخل قاعد يدردش وبتاعه هو كان الله يرحمه لهلي ودمه خفيف وكده قاعد يقول لي كم نكتة وكم كلمة ومش عارف ايه. وبعدين قال لي انا عايز اعرض عليك حاجة. قلت له ايه؟ قال لي انا عندي قصة لطيفة جدا بالنسبة لك عشان تعمليها. قلت له ان شاء الله فرصة تانية نتكلم وابصر ايه. وفضينا الحكاية. بعد كم يوم برضو جيه وقال لي انا عايز اقرا لك السيناريو اذا كان يعجبك. قلت له بس انا دلوقتي بعمل فيلم وما يعني معلش خلي الفرصه تانية الحب انه يسمعني القصه. سمعت القصه قلت له والله لطيفه جدا. تفتكر مين المخرج يعني ومين اللي هينتج الفيلم؟ قال لي والله انا معايا قرشين وهشوف. كان بيجرب اول مره ان هو يبقى منتج ولا كان انت؟ كان مش منتج 100% يعني هو زي ما تقول شخص معاه قرشين ولقى ناس معهم فلوس يديهم القرشين دول ويكونوا شركة مع بعض ويشتغل. طبعا القرشين بتوعه كانوا تحويشة العمر يعني وكان مبلغ ضئيل جدا وبتاع. فلما سأل انت تاخدي كام؟ قلت له والله انت عارف وسامع انا باخد كام. في الوقت ده كنت واخدة 12,000 جنيه في شهداء الغرام. قلت له والله انا اخد 15,000 جنيه. اتخض وقع من على الكرسي وحركاته دي. كنت واخد 12,000 جنيه في شهداء الغرام. في شهداء الغرام لما كان جنيه يعني حاجه لما كان بقى رجل يعني 12,000 جنيه ده كنت تعملي بيهم حاجات. مظبوط. مدام ليلى انت كسبت كتير جدا يعني معلش انا ضيعت فلوس كتير جدا على فكره. كسبت كتير وضيعت وشفت كان زمانك ممكن تكوني قاعده على هرم دلوقتي. طب هعمل ايه؟ هاكل اكتر ما باكل واركب عربيه غير اللي بركبها وهنام نومه غير اللي بنامها. مبسوطه جدا والحمد لله. يعني كسبت كتير وصرفت كتير واستمتعت كتير جدا ومتعت ولادي وسفرتهم 5 سنين اوروبا ورا بعض وعملت اللي ما يتعملش. يعني عشتي حياتك جدا طولا وعرضا وعمقا جدا وكله. الحمد لله كويس قوي. طب نرجع للموقف. نرجع بقى لأنور وجدي. فلما قلت له كده عمل انه وقع من على الكرسي وازاي وانا ده مش معقول. قلت له هو كده النهاية اتفقنا علشان خاطره اني اخد منه 12,000 جنيه. فلما خد الكلام ده مني وراح للشركة بتوعه وعرض عليهم الفكرة قلت له مين المخرج؟ قال لي الأستاذ كمال سليم. قلت له كويس جدا لان انا مستريحه معاه لانه حقيقي كان راجل مثقف ومتعلم وبيفهم قوي الله يرحمه. قلت له كويس جدا على خيره الله. واذا جينا وانا بكمل الفيلم ده الاستاذ كمال سليم عيي جدا وراح المستشفى وكانت حالته سيئه جدا. فبصيت لقيت انور وجدي جاي بيقول لي كنت في الوقت ده مدموزيل ليلى كمال سليم عيان جدا وانا مش عارف اعمل ايه. وهو بيكلمني كده سرحت في ان انا مفروض ان المخرج ده يعني اولا كل المخرجين اللي تقريبا اشتغلوا معانا بالتجارب يعني خدوا الاخراج يعني جربوا فينا الافلام. مفيش كلام. صحيح نجحهم انما ممكن برضو انور لو يجرب ويعمل فيلم يمكن التجربة دي تنجح ما تفشلش او تفشل ما اعرفش. فهو بيكلمني كده فكرت قلت له اسمع يا انور ما تيجي انت تخرج الفيلم ده. اتجنن بقى قال لي حقيقي يعني تقبل اني انا اخرج لك فيلم؟ قلت له ما اقبلش ليه؟ كل المخرجين اللي اشتغلنا معهم قبل كده جربوا فين؟ فيلا اخرج انت الفيلم ايه رايك؟ فكر جديا. خد بعض والفرحه ما بقتش طايقه ان انا قبلت انه هو لسه ممثل يعني. بس عرض الفكرة على الشركة بتوعه. الشركة طبعا قالوا ازاي ليلى ما عرضتش وجم قابلوني. قلت لهم فعلا لي لا الممثل لازم يبقى ممثل قبل ما يبقى مخرج. فهو راجل حساس وبيفهم وعنده تجارب واشتغل من هو صغير جدا وعنده فكرة الاخراج. بس واتفقنا على كده على انه يخرج الفيلم واخرج لي ليلى بنت الفقر. ونجح قطع النظير. نجاح ساحق الحقيقة. وبعد كده هو بقى اتجوزنا في وسط الفيلم. اي اثناء بنت الفقر.
لكن ما جبتيش اولاد من لا ما خلفتش من الاستاذ. طب ميزاته ايه في رايك كفنان يعني الله يرحمه؟ لا ميزات انور ده اولا كان جينيوس عبقري جدا يعني كان عبقري وكانت افكاره سابقه اوانها يعني تبص تلاقيه دايما تفكيره بعيد قوي ويعمل حاجه جديده باستمرار ويعني ما اعرفش كان نشاط عجيب يعني شعله كده شعله نار نار يا حبيبي الحقيقه يعني شوفي مثلا فكرته لما جاب فيروز وهي صغيره وعمل لها فيلم وكان لذيذ جدا مش عارف فيلم اسمه ايه كده دايما له افكار جديده وما بيكررش الحاجه ابدا كان ممثل يعني رايك فيه كممثل ايه؟ كان في ادواره ممتاز جدا الحقيقه كان دايما ياخد دور ضابط وبعدين مره سالته قلت له انت دايما بتاخد دور ضابط ليه؟ قال لي عشان انت بتحب الضباط. قلت له انا بحب البدله الميليتير فكان دايما حقيقي ياخد دور ضابط في كل فيلم. ايوه. طب ايه ذكرياتك مع المرحوم نجيب الريحاني؟ يا سلام دي بقى حاجات حاجه عظيمه قوي. فيلم غزل البنات الحقيقه لسه كانوا عارضينه من اسبوع وطبعا انا لما بيعرض ليا فيلم ما بعرفش تاني يوم امشي في الشارع يعني زي ما تقول الناس يعني حقيقي بينتظروه مش عشان انا بقول لك اني افلامي ولا حاجه والفيلم ده بقى بالذات يعني قمه ده قمه افلامك طبعا حتى لسه كان دلوقتي الاستاذ احمد فؤاد حسن بيكلمني بيقول لي تليفونك كان عطلان لان الاستاذ عبد الوهاب كان بيتفرج على الفيلم وكانوا عاملين سهره عليه غزل البنات فيلم عظيم يعني مش ممكن اصلها مجموعه مش ممكن يعني أبداً. عبد الوهاب وليلى مراد وانور وجدي وسليمان نجيب ونجيب الريحاني وفردوس محمد فردوس يعني ابطال مش يوسف ممكن. وهبي يوسف وهبي وقصه الفيلم سعيد ابو بكر الله يرحمه وقصه الفيلم كل واحد يعمل فيلم كل واحد منهم قصه الفيلم وجمالها يعني ما فيش زيها حقيقي يعني لا الحقيقه يعني ذكرياتي مع الاستاذ بس بقى انا اول ما اشتغلت مع الاستاذ نجيب الريحاني انا عمري ما كنت بعتبر نفسي ممثله ابدا فطبيعي نجحت في التمثيل لاني كانوا بيدوني ادوار مناسبه ليا فالناس حسيتها ونفدت من ناحيه التمثيل فما كنتش حاسه ان انا بمثل يعني لما جيت امثل قصاد الاستاذ نجيب الريحاني اتوهمت قوي واتخايف ليه لانه ده راجل بتاع مسرح وراجل عظيم وبتاع فكان بعد كل شوت في الاستوديو اعمله اقول له يا استاذ نجيب يعني كان كويس الشوت ده ولا عيده ولا ايه يفضل يسقف كف يقول لي يا بنتي ده انت كل كلمه بتقوليها بتحسيها هو ده الممثل هو ده والحقيقه كان بيشجعني تشجيع وكل بعد كل شوت يسقف لي تتصور قد ايه والاغنيتك اللذيذه معاها على يا سلام علشانك انت يعني عايزة فن عايزة مش عارفة ليه يلا بيه جبتك معايا عشان
كانت امالي وهنا ايامي علشان انتي انت وابن ولا احب الدنيا وادخل جوه لما انشوي واصل واقول يا دهوتي علشان انت انتي وابن ولا احب الدنيا وادخل جوه النم وانشيلي وابقى اقول يا ده علشان انتي انا وابن ولا تحت الدنيا وادخل جوه النم وانشيلي واصرخ واقول يا ده علشان انتي انا وابن ولا تحت الدنيا وادخل جوه النم وانشيلي واصرخ واقول يا ده علشان انتي انا وابن ولا تحت الدنيا يا انا بتهيالي انه في لحظه من لحظات بقى الدموع تنزل في الفيلم ده فعلا يعني. والله ده كان في موقف في الفيلم في الاخر قد كده عاشرته، وانت عارف الواحد لما بيعاشر فنان عظيم وفترات الفيلم تبقى طويله يعني بنقعد باربع خمس اشهر في الاستوديو وقتها عندنا حوالي ست اشهر في الفيلم ده. كان في موقف وهو بيسلم عليا بقى وحيسيبني خلاص، ما عرفش انت متذكره ولا لا، لما بيقول لي بيسلم على انور وحيسيبني الانور ويمشي وخلاص يخلي بقى هو وهو خلاص والاستاذ عبد الوهاب غنى عاشق الروح والحكايه دي كلها. تتخيل ان كل ما نيجي نعمل الموقف ده ويعيط اروح انا معيط، مفروض انا معيطش طبعا لان انا انت بتحب انور واجد هو يعيط معلش وكان بقى انور المخرج يقول لي انت بتعيطي انت بتحبيني انا مش بتحبيه هو افهمي، اقول له ايوه بس هو صعبان عليا هسيبه ازاي. بس قد ايه كده تمثيله والله يعني كانه تحول الى حقيقه يعني حقيقه مش قادره افرقه ومتهيألي انه حقيقي. كل ما يسلم عليا اروح معيط، يروح المخرج يقول ستوب عيده تاني، وبعدين يا ستي انت بتحبيه ما ممتع والله ذكريات ظريفة قوي قوي. الله يرحمه الله يرحمه. مدام ليلى متهيألي انه من اسباب نجاحك في السينما انه حضرتك كنت من اقدر الناس اللي بيقول الاغنية السينمائية، بيقول الاغنية السينمائية ويتصوروا حلو وتعبيرات وشك وانت بتقول الاغنية. طبعا الاغنية من اصعب الحاجات، الواحد يقعد يغني وازاي يعبر بوشه ويعمل حركات ايه ولا اخره. فكنت من اقدر الناس اللي بيعملوا الحكاية دي، الى جانب يعني اولا وجهك وجماله انما قدرتك على تصوير الاغنية السينمائية واعطاء تعبير يعني. والله هو يعني ما كانتش حاجة يعني كنت بقول اللي بقوله بحس وبيبان على وشي ادي كل ما هناك يعني، ما كانش في اي مجهود لان اللي بقوله بحس. ده معناه انك لما بتغني اغنية بتبقى عايشاها قوي. طبعا ما فيش كلام عايشاها قوي. يعني كمان نجاحك في الاستعراضات، نجاحك كمغنية داخل الاستعراضات يعني في وسط عمليات الرقص والشو والعرض والكده كان برضو احد الدعائم اللي حضرتك بنيتي عليها مجدك السينمائي. طبعا مش كده افلام الاستعراضات عملتها افلام كتيره جدا فعلا. هل تصوير الاغنيه في السينما عمليه متعبه؟ والله السينما كلها متعبه جدا الحقيقه مرهقه جدا جدا لكن حضرتك ما اشتغلتيش على المسرح ابدا؟ طبعا اشتغلت على المسرح بس ما مثلتش يعني. لا يعني غنيتي على المسرح؟ غنيت طبعا في حفلات انما غنيت كتير. انما ما عملتيش اي مسرحيات او اوبريتات؟ لا ما عملتش اوبريتات ولا حاجه، بس غنيت على المسرح كتير جدا وغنيت في افراح وفي حفلات ولفيت الصعيد كله من اوله الى اخره. طبعا كل الملحنين الكبار لحنوا لك؟ كلهم تقريبا كلهم اللي كانوا موجودين. الاستاذ رياض الصنباطي عمل لي كمان الحان من اروع ما يمكن. عمل لك ايه رياض؟ عمل لي يا سيدي فيلم حبيب الروح، يا حبيب الروح وعمل لي ليله جميله يا محلاه يا محلاه وعمل لي غريب انا ما كنتش حرمني حنانك ما كنتش فاكر ان ليله جميله يا محلاها اللي عملها هو ده يعني بالنسبه لي لون جديد شويه عليه. هو كان بالنسبه للسينما بيشتغل غير الشغل بتاع المسرح يعني غير الالحان اللي كان بيعملها السيده ام كلثوم. ليله جميله يا محلاها فاتت عمري ما حنساها ما كانتش من عمري خلصت أواها
عبد الوهاب ورياض والاستاذ رياض والاستاذ الاصبجي والاصبجي وبعدين الاصبجي لحن لك ايه؟ لحن لي يا ريتني انسى الحب يا ريت. الله. ويمين كمان جاء بعد كده بقى ملحنين تانيين برضو كانوا الاستاذ محمد فوزي راجل كان هايل الحقيقه. عمل لي اغاني من اروع ما يمكن ونجحت قوي. اللي هي اغاني الخفيفه بتاعت السينما الاغنيه الخفيفه اللي هي زي ايه؟ اللي زي مثلا اعز من عيني. عمل لي منايا في قربك اشوفك سعيد. انا كويس ان انا يعني برافو. واحمد صدقي لحن لك واحمد صدقي بقى عمل لك لحن جميل رايدك رايدك والنبي رايدك عمل لي المايه والهوا. حد دلوقتي الناس بتردده بتغني فعلا فعلا حقيقي يعني. عمل لي لا وبس طبعا في ملحنين كتير عملوا لي حاجات حلوه. منير بقى عمل لي اغاني كمان لطيفه جدا خفيفه. منير اخوكي انا زي ما انا. ويا طبيب القلب الحاجه دي كانت في افلام برضو. يعني الحقيقه كنت موفقه مع كل الملحنين. مدام ليلى حضرتك اول من غنى الفولكلور فاكره؟ فاكره وغنيته من غير موسيقى. اللي هو ايه؟ اللي هو يا بهية وخبريني. في فيلم سيدة القطار. وسلم علي وسلم علي الأستاذ عبد الحليم. قبل ما تطلع موضة قبل ما تطلع الموضة اللي هم مسمينها دلوقتي الفولكلور. يعني انت كنت بدأت الحكاية دي من بدري فعلا. طبعا طبعا يعني سلم علي دي اتعملت في فيلم من أفلامي. سلم علي
رأيك في الأغاني اللي بيوضع في صدرها مقطع فولكلوري وكل المغنيين دخلوا فيها وكده؟ يعني الموضة دي، إيه رأيك في الموضة دي؟ والله مش وحشة يعني، فاريتيه تغيير وبتبقى حاجة لطيفة يعني. وبعدين بيبقى فيها تيمبو، والتيمبو بيجذب الناس. يعني أنا ما بشوفش إنها وحشة أبدا، بالعكس. مين من اللي بيغنوا الأغنية القصيرة مشي على الطريق بتاعك في رأيك يعني؟ لا شوفوا، ما حدش مشي على طريقتي أبدا. أي يعني هم لحد دلوقتي عمالين يقولوا لا نعمل أغنية طويلة، لا نعمل قصيرة، لا نعمل متوسطة، لا نعمل. أي إنما هو ما حدش أبدا الحقيقة مشي زي ما أنا مشيت في طريقي يعني. أي لا قلت حد ولا غيرت في أغنية ولا في أسلوبي ولا في حاجة أبدا. ده صحيح، لكن مين اللي مشي على أسلوبك يعني، حاول يمشي على أسلوبك؟ طب مين اللي أنت حبيتيه في الأغنية القصيرة؟ الأغنية القصيرة يا سيدي مين في المطربات مثلا؟ يعني مثلا شادية، وعندك المغنيات الجداد والأغاني الجديدة. والله يعني في فايزة مثلا، أي أما بتغني أغنية قصيرة بتأديها حلو قوي قوي. ووردة كذلك، بس المطربات ما فيش كلام يعني، كويسين وصوتهم حلو يقدوا كويس جدا. ونجات نجد طبعا في الاغنيه الطويله، في الاغنيه يعني بيأدوا كويس قوي الحقيقه. ما فيش في رايك النهارده توجد ملكه للاغنيه القصيره حاليا؟ مفروض انا قريت ان شاديه هتعمل اغنيه قصيره، ما اعرفش هتبقى يعني. هي ما معنى اغنيه قصيره؟ انا مش فاهم. الاغنيه القصيره ذات الريتم السريع والايقاع السريع. السريع دي اصلها ما بتصلحش غالبا غير للسينما. لان اللي بيغني في مسرح ما يقدرش يؤدي اغنيه قصيره، والا لازم يؤدي في الوصله الواحده بقى 10 اغنيات. لان الاغنيه القصيره في السينما ما كانتش بتزيد عن دقيقتين او دقيقه ونص او دقيقتين وربع، ما فيش اكتر من كده. ايه رايك في عفاف راضي؟ عفاف راضي صوتها يعني صوت أوبرا، مش صوت يعني تأدية مغنى وعف لا هي كويسة، بس هي لازم تغني أوبرا بس مش أكتر من كده. بس ما فيش أوبرا عربي. ما فيش بقى لما يمكن مع الوقت. بس هي لما يمكن عملت ألحان جديدة مع الموجي ادالها اللون الشرقي شوية. والله أنا أنها عملت مع الموجي. عملت بتعمل فيلم هي وعملها فيه ألحان، أصلها كان بيلحن لها بليغ بس دلوقتي بيلحنوا لها كلهم يعني. يجوز لما تعمل يعني تغير ملحن وبتاع نسمع صوتها في لون تاني، إنما أنا ما سمعتش غير ألحان بليغ الحقيقة. إيه رأي حضرتك في الأغاني الموجة بتاعت عايدة شاعر وليلى نظمي والألحان الخفيفة قوي اللي بتقرب من المونولوج؟ والله أنا يعني قريت نقد كتير جدا عن الأغاني دي، وفي ناس معرفش ليه ما بتعجبهمش أبدا الأغاني دي، لكن أنا عكس الفكرة دي. أنا أشوف إنها أغاني في منتهى الجمال وفي منتهى اللطف، لأن دول جماعة زي ما تقول بيسموهم مش مغنية مش مطربات، دي زوز بيقولوا كلام لطيف على الموسيقى، زي ما يكون واحد مثلا يعني واحد بيتكلم مع الموسيقى. فأنا ما بشوفش إنها حاجة وحشة ولا حاجة مبتذلة زي ما بيقولوا. مرة قريت إني مش عارفة إيه الأغاني بتشتى قالي ومش عارفة. طيب وماله؟ كل واحد ونوعه، دول مش مطربات، مش مفروض أنت رايح تسمع قصيدة ولا رايح تسمع حاجة السح الدح مبودي. انا من حاجه والله بتحبيها جدا، حاجه فيها ريتم وحاجه دمها خفيف والناس بترقص عليها، ان كانت في سهره ولا حاجه، مش بطاله ابدا. ليه زعلانين من كده؟ ما اعرفش. روحك لطيفه جدا. لا والله انا بقول يعني لا يعني انا ملاحظ انه يعني في بعض الناس المنافسة الفنية أو الغير الفنية تخليهم يهدموا أعمالهم، لكن انت روحي زي ما يجبش أبدا أنه يغير من فنان إطلاقا. الواحد حاجات بيسمعها دلوقتي، بالعكس ده زمان كان الواحد أي فنان في الشارع، والله أنا ما كنت أسمع بياع في الشارع أقف أسمعه وعايزة يعني لو قدرت أوصله أوصله. مفيش كلام، لكن بقى ما تفهمش إزاي. علاقتك إيه بأم كلثوم يا مدام ليلى؟ والله ما كانتش يعني ما كنتش صاحبتها قوي، انما طبعا بسمعها باستمرار لان ده صوت ما فيش زيه ابدا، ولكن ما بنزورش بعض، ما
دايما طبعا لما بسمع انها بعد شر تعبانه او اي حاجه ببقى اساله كده، لكن بس مش اكتر من كده. ورايك فيها ايه؟ ست عظيمه جدا، مفيش كلام يعني، مفيش كلام. ست عظيمه جدا، سيده الغناء فعلا. طبعا ده صوت ما فيش يعني، ما حصلش. طب قولي لي انت كمطربه مميزاتها ايه فنيا؟ شوف، اولا مميزاتها الفنيه القدره على القدره الالهيه بقى، اللي محدش يقدر يقول غير الهيه، استمرارها في الاغنيه وعلى المسرح وطول الاغنيه اللي لا يمكن هيقدر حد ابدا، كل اللي طلعوا كلنا كده على بعض، لا يمكن حد يقدر ابدا يقول اللي قالته ام كلثوم. ولا في 10 وصلات، فهي اللي بتقوله في 10 وصلات المطربه تقوله في روح. فيعني مش ممكن، دي حاجه مش قادر اعبر ولا اقول لك ايه القدره دي. معجزه، حاجة يعني معجزه، دي حاجه الهيه، صوت ملائكي وقدره وتمكن يعني، متمكنه جدا من نفسها ونفسيتها كمان كويسه سيد ام كلثوم الحقيقه. ودي بتاثر على الصوت قوي. مين من الرجاله بتحب تسمعيه دلوقتي؟ طبيعي كان الاستاذ عبد الوهاب. لما بيغني ببقى كاني ليله القدر يعني بالنسبه لي. أيوة. لما يغني لما وطبعا الاستاذ عبد الحليم له اغاني لطيفه جدا، لانه حساس بيقول اغانيه باحساس. وبعدين في هاني شاكر مش بطال كويس قوي، بس يعني متهيألي بيشتغل كتير قوي. يعني بيعمل حاجات كتير قوي، يعني اسرع من اللازم. واكتر من اللازم في السنة. مش لازم يبقى كده. لكن صوته لطيف قوي، وخصوصا انه يشبه لابني زكي، انا بحبه قوي عشان كده. زكي فطين. زكي ابن فطين. في ملامح منه كتير لانه اسمر زيه كده وبتاع، فلما الاقيه في التلفزيون اطلع اجري وابص له كده باشتياق. ومن بيأدي كويس قوي. صوته، نبرات صوته حلوه. ما قلتليش على فريد. الحقيقه شوف ازاي ان الواحد لما الفنان بيبتعد برضه. الاستاذ فريد علشان خاطر في لبنان دايما وبقاله فتره طويله قوي، ادي احنا ما جبناش سيرته. يعني طبعا الاستاذ فريد ما حصليش اسمه واشتغلت معاه في السينما ابدا ابدا. انما عمل لي بعض الحان مش فاكره هي ايه، يعني عمل لي يمكن لحنين ثلاثه حاجات كده وطنيه، اغاني وطنيه كانت لطيفه. طبعا الاستاذ فريد ملحن عظيم جدا جدا وراسي قوي. وشرقي قوي. وشرقي قوي، ما فيش كلام يعني. بس بقى زي ما بقول لك، ابتعاده عنا خلانا ما بنسمعوش كتير، ما بنشوفوش. بس اغانيه ماليه الاذاعه وافلامه طبعا يعني جزء اهم من تاريخ الموسيقى. لا، ما فيش كلام. الشرقيه والعربيه بالذات يعني. بس هو تصادف ان انا ما اشتغلتش معاه. يمكن دي اللي مخليني ما اتكلمتش عنه كتير. هل انت مشهوره بالوفاء يا مدام ليلى؟ هل يعني الوفاء احد ملامح نفسيتك البارزه؟ لذلك انك عطوفه حتى على الحيوانات الصغيره. والله شفت، هي اجمل حاجه في الدنيا الوفاء. مفيش كلام، لاني حتى الواحد يعني هينوبوا ايه الواحد لو ما كانش وفي وما كانش مخلص وما كانش بيحب وما كانش يعني كل الحاجات الحلوه الجميله دي، ايه يعني قيمته ايه في الحياه؟ وايه يعني الواحد بعد ما بيتوفى بيقولوا ايه؟ بيقولوا فلان كان كويس وفلان كان وحش، ادي كل الحكايه. مش كده ولا لا؟ ده صحيح. كلمتيني حضرتك عن زكي فطين. طبعا زكي على اسم باباكي. أيوة. وباباه المرحوم فطين عبد الوهاب. المخرج. ابنك الثاني. ابني الثاني اشرف محمد وجيه اباظه. دول في دي فكره عنهم. في يعني في دراستهم كل شخص مختلف عن الثاني. يعني وكل واحد واخد طباع ابوه، مش يعني ده اخلاق مختلفه. الاثنين كويسين طبعا، والاثنين بحبهم قوي وكل حاجه، وكويسين جدا واوفياء جدا وواخدين كتير من طباعي الحقيقه، معودهم يعني كانهم ليلى مراد. مين فيهم اللي واخد اتجاهاتك الفنيه؟ هما الاثنين يعني، واحد بيضرب جيتار الكتريك وواحد بيضرب جاز، بس انا بقى موقفاهم شويه عشان الدراسه. مين اللي بيضرب جيتار؟ زكي اشرف.
اشرف. اشرف. والجاز زكي. يعني برضو الموسيقى بتفرض نفسها. لا طبيعي ده شيء من غير ما علمهم. يعني حتى زكي ده بيضرب جاز من غير ما حد يعلمه تيمبو ولا حاجة أبدا. بالطبيعة كده. بالطبيعة كده. رائع. ربنا يخليهم ويسعدوك دايما. نفسي. مدام ليلى يا ترى بتقضي وقت فراغك ازاي؟ يعني هل لك هوايات معينة ولا؟ والله زي ما بقول لك يعني أولا أنا من الناس اللي بهتم بشؤون البيت قوي. دايما مع الشغيلة في البيت نظفته ده وما عملتوش ده وعملته ده ونظف وحش أرجع نظف. وبعدين أولادي في الفترات اللي بيبقوا فيها في البيت لأني طبعا دلوقتي ما بيقعدوش كتير في البيت إلا الوقت المذاكرة. وبعدين ليا شلة أصدقاء بنسهر مرتين ثلاثة في الأسبوع ييجوا ما عندي أروح عندهم. وبعدين لما بتجي الفترات اللي بسجل فيها الأشرطة اللي قلت لك عليها بتاخد وقت طبعا وبيسعدني جدا ان انا يعني مش حاسه ان انا بعدت عن الفن لاني بغني باستمرار. بغني. طب يا ترى ليه ما بتحاوليش انك تعيدي توزيع بعض الالحان القديمه لعبد الوهاب لسيد درويش يبقى لون لطيف يعني؟ يعني طريقه توزيع الاغاني القديمه يعني تتوزع توزيع جديد وتغنيها كده. الحقيقة كنا بنفكر في الحكاية دي حتى مرة الأستاذ عبد الحليم الهويرة قلت له على الموضوع ده وقال لي والله أنا أرحب قوي وبتاعه ولكن زي ما بقول لك إهمال من الإذاعة ما بي يعني كلامه بس وخلاص. لكن أنت على استعداد أنك تنفذ طبعا على استعداد وأنا منتظرة يعني إن شاء الله حيكون في مقابلة الأسبوع الجاي مع مدير الإذاعة وهتكلم معاه على كل حاجة وإن شاء الله ربنا يقدرنا على أننا نقدم للجمهور حاجة كويسة وزي المعتاد. أجمل طير بتحبي إيه يا مدام ليلى؟ والله الحمامة حلوة. الحمام. ليه؟ بتحب الحمامة ليه؟ عشان الحمام بيحب. ظريفة جدا. أنت بتحب الحمامة عشان الحمامة بتحب. عشان الحمامة. حلوة والله مفيش بعد كده. والله بيحب حقيقي. ده هو ابو الحب يعني. يمكن عشان كده وكنت بقعد اتفرج عليه كان عندي بيت في الهرم وكان في برج حمام عند الجيران اللي جنبي فكنت كتير قوي اقعد اتفرج على الحمام. طب مدام ليلى الحقيقه انت اسعدتينا جدا والله انا سعيده برضه سعاده اخرى بتضيفيها الى السعاده الكبيره اللي بقدمتيها لملايين الناس في الوطن العربي كله. انا سعيده جدا باللقاء ده ولو كنت اقدر اعمل اكتر من كده بس انا عندي ان انا كنت احب حتى اقدم لك اغنية انما والله يمكن باين على صوتي ان انا ايه عندي شوية برد بس هو حلو وكنا نتمنى. كنت اتمنى ان انا اقول اي حاجة يعني علشان خاطر يعني كان يسعد مستمعي اذاعة قطر اللي احنا بنسجل لها هذا الحديث انهم يسمعوكي. لا انا اتعشم اني انا في اقرب وقت انا عايزة قوي اني اروح اعمل زيارة لاخواننا في البلاد العربية الحقيقة لاني انا شاعر باعجابهم يعني باعجابهم بي وخصوصا قطر. نرجو ان يتم هذا ان شاء الله يعني ده بتمنى من كل قلبي الحقيقة. واشكرك جدا بالنيابة عن المستمعين على هذه السهرة الممتعة. الله يحفظك. وأتمنى لك كل توفيق وكل مرسي. صحة وكل سلام وسعادة. ميرسي أوي أستاذ. أيها السادة مع السهرة المفتوحة نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله مع أطيب المنى طاهر أبو زيد.